الموسم السياحي هذه السنة يقارن بسنة 2010 ليبلغ 6 ملايين سائح، منهم تقريب ثلث السواح من الجزائر فقط. والجزائر يتنقل في عائلة ككل، يعني في السيارة يأخذ بالبر أكثر منه بالطائرة، ولا يفضلون فقط النزل بل كذلك حتى في الشقق أو في الفلل عند أصدقائهم وإخوانهم في تونس. وهناك زيجات مختلفة على شريط الحدود، هناك علاقات مصاهرة وعلاقات قوية وتدفق في كلا الطرفين. عدد السواح تجاوز 69% مقارنة بالسنة اللي فاتت، يعني تقريب يناهز المليون في خلال 6 شهور الأوائل حتى تقريب 20 جويلية. وهذه أرقام في خلال طبعا جويلية وأوت، عدد السياح والأخوة الجزائريين متواجدين أكثر، وممكن يتجاوز حتى في آخر السنة إن شاء الله بإذن الله إلى أكثر من مليونين سائح.